العالمين. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لا رہے اور امام حرم مکی کی تقریر کے لیے حضرت اعلان فرمائیں گے. ایک بات یاد رکھیے، یہ کانفرنس عظمت صحابہ کے سلسلے میں یہاں منعقد کی گئی ہے، اور عظمت صحابہ کے سلسلے میں جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق عقیدے سے ہے، تفصیلات کا موقع نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مہمان محترم شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ عبد الرحمن السدیس، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلام مثل شهد بالزلال وكالمسك الزكي وكاللآلي، لكم مني سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. هذه هدية لإخواننا في الهند، لكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد، كيف لا، وقد شغفونا في هذا المؤتمر التاريخي الكبير بهذا الحضور العظيم الذي يكن للإسلام وللعلماء ولبلاد الحرمين الشريفين ولقادتها ولأئمة الحرمين ولمكة المكرمة وللمدينة النبوية المنورة كل محبة وتقدير. فالشكر لله عز وجل أن جمعنا في هذا المؤتمر المبارك، مؤتمر حول مكانة وعظمة وفضل ومنزلة أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابته الغر الميامين رضوان الله عليهم. شكر الله لجمعية علماء الهند هذا الجهد المبارك في تنظيم هذا المؤتمر العظيم الذي يدل دلالة واضحة على غيرتهم وحبهم وتمسكهم بدينهم واستنانهم بسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم وحبهم للصحابة الأخيار رضوان الله عليهم. أيها الأحبة، بادئ ذي بدء أنقل لكم شكر وتحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وأيده، وولي عهده الأمين والنائب الثاني والحكومة الرشيدة والعلماء والأئمة والشعب المسلم السعودي الذي يكن لكم كل محبة وتقدير. ونشكركم على هذه الجهود المباركة وعلى هذا الجمع الطيب المبارك
وإننا نشهد الله أننا نحبكم في الله، وندعو لكم من مكة المكرمة، ومن مهبط الوحي، ومن منبع الرسالة، ومن جوار الكعبة المشرفة. لا ننسى إخواننا في الهند الذين غمرونا بهذا الحب والتقدير، وما ذلك إلا لحبهم للإسلام، وحبهم للسنة، وحبهم للعلماء، وحبهم لقادة بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله. ولا غرو فهي بلاد المسلمين جميعاً يتوجهون إليها في صلواتهم وفي كل أحوالهم، فهي قدوتهم وهي محل توجههم في أمورها كلها. أيها الإخوة في الله، إن الحديث عن هذا المؤتمر العظيم حديث غاية في الأهمية، ولذا فقد سبقني الإخوة الفضلاء الذين تحدثوا في هذا الموضوع المهم، وهو في الواقع موضوع الساعة وموضوع كل ساعة إلى قيام الساعة. حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ندين لله عز وجل به، ولا يمكن أن يتخلى عنه المسلم طرفة عين، بل إن حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شغاف قلب كل مسلم، ولا يمكن أن يتم إسلامه إلا بمحبتهم وتوقيرهم. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم بعد الله كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاماً بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. رضي الله عنهم وأرضاهم. سأتناول في الحديث عن هذه القضية المهمة وعن موضوع هذا المؤتمر العناصر الآتية: أهمية الموضوع، ثانياً المراد بالصحابة رضي الله عنهم، ثالثاً شيء من فضائلهم، رابعاً أدلة فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم من القرآن العظيم، خامساً أدلة مكانتهم من السنة النبوية المطهرة، سادساً أقوال أهل العلم والسلف الصالح، أقوال أهل العلم والسلف الصالح في مكانتهم وفضلهم، سابعاً حكم سبهم والتعرض إليهم، ثامناً واجب المسلم حيالهم، تاسعاً النتائج، عاشراً التوصيات المتواضعة. أما أهمية الموضوع فإن أهمية هذا الموضوع أعني فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن مكانتهم وعظمتهم، فإنه ينبع من أمور: الأمر الأول أن كتاب الله عز وجل شهد لهم بالأفضلية، وإذا كان القرآن العظيم قد شهد لهم بالأفضلية فماذا بعد ذلك؟ لا يمكن أن يتعرض أحد لمخالفة القرآن الكريم إلا وفي إسلامه ما فيه. ثانياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة أوصى بهم: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم الحديث. ثالثاً أن منهج سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم تبجيل وتعظيم الصحابة وحفظ مكانتهم ومنزلتهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. رابعاً أن حب الصحابة إيمان، واتباعهم من تمام الإيمان، والكلام فيهم قدح في الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. خامساً
أننا نعيش في هذا العصر تحديات كثيرة ينبغي أن نعالجها بالنظر في مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم منهجهم والأخذ منهم. سادساً وأخيراً، أنه لا يمكن أن نصل إلى شريعة الله ونعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال صحابة رسول الله عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين نقلوا لنا الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيَّنوا لنا السنة، وبيَّنوا بفعلهم واقتدائهم وسندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الهادي الأمين عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الفضلاء، المراد بالصحابة هم كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك. عرف الإمام البخاري رحمه الله الصحابي بقوله: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالس، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر من صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. أما فضائل الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله عز وجل فكثير هنا هي الآيات العظيمة التي جاءت بفضلهم. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمعالم الدين وناصحوا المسلمين حتى تهذبت طرق الاجتهاد وقويت أسبابه وظهرت آلاء الله واستقر دينه.